ثم بعد هذا إذا زلزلت الأرض، مبتدأ الدرس الجديد. قال الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. أخوانا الآن وقوع الزلازل والبراكين والخسوف والكسوف، هذه من آيات الله، يخوف الله سبحانه وتعالى بهما عباده تذكير، لأنك إذا كانت الأمور تمشي على ما اعتدت عليه لا تتنبه أحيانا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل الخسوف في زمن عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، خرج فزعا يجر رداءه، صلى صلاة غريبة، أطال، رأى أشياء وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، أمر بالصلاة والصدقة والاستغفار، وفزع عليه الصلاة والسلام ونادى لهذه الصلاة. هناك من العلماء بل من الصحابة من يرى أن هذه الصلاة تصلى كذلك عند الزلازل، تصلى عند الزلازل، هذا قول في هذا الباب. إذا زلزلت الأرض زلزالها من علامات الساعة أن تزلزل الأرض، تهتز اهتزاز شديد، وأخرجت الأرض أثقالها أي ما فيها من الأموات والكنوز. وقال الإنسان ما لها، يعني ما الذي حدث، ما الذي جرى؟ الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأرض تتحدث وتشهد على ما عمل العباد فيها، ولهذا يوجب منا أننا نطيع الله سبحانه وتعالى، لأن تشهد الجوارح، تشهد الأعضاء، تشهد الأماكن عليك، ماذا صنعت في هذه الأرض؟ يومئذ أي يوم القيامة تحدث أخبارها أي ما حدث عليها من خير أو شر، بأن ربك أوحى لها أي أذن الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض أن تشهد، كل شيء يشهد عليك، بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أي يخرج الناس مجتمعين، جماعات، متشتتين، متفرقين، كل واحد منهم يريد يرى ماذا عمل، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء وحساب. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قال بعض العلماء قد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، أنت الذي تحكم على نفسك، وهذه الأعضاء تشهد عليك، لأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. الآن انقسم الناس كذلك إلى فريقين، إلى قسمين، فمن يعمل لا يمكن أن يضيع عليه شيء، فمن يعمل مثقال ذرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، لأن بعض الناس تقول يعني هذه كاسة ماء أقدمها لمسكين لفقير كذا، ماذا يكون فيها؟ لا تحتقر هذا الشيء. امرأة دخلت الجنة في كلب سقط، فلا تحقرن من المعروف شيئا، قال ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وهذه الشريعة يعني فتحت أبواب خير كثيرة وأغلقت أبواب الشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما ربك بظلام للعبيد. ونحن نعرف في حديث البطاقة أنه أتوا بالسجلات ووضعت، ثم أتوا بالبطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، قال ما تصنع هذه البطاقة؟ هذا الميزان أهل السنة والجماعة
يؤمنون بوجود الميزان يوم القيامة، وهو ميزان حقيقي له كفتان وله لسان على ما ورد عن بعض السلف. قد الأصل أن الأعمال توزن، كيف الله أعلم، آمنا وصدقنا وسلمنا. وقد يوزن العامل كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد توزن الصحف كما في حديث البطاقة. كيف ليس لك أن تقول كيف؟ تقول آمنت وصدقت وسلمت، وهذا يوجب منك الخوف وأن تعمل. ثم الثاني الذي يعمل مثقال ذرة شرا يرى، نسأل العافية والسلام. فكل ما تعمل في هذه الدنيا تراه أمامك في الآخرة، وهذا يوجب منا الخوف والعمل، ونسير إلى الله، نجمع في سيرنا إلى الله بين الخوف والرجاء. نعم. ثم